حضرتك من سنه كام؟ حاجه حاجه و80 اوائل الثمانينات ولا موجود في نادي الاهلي؟ في نادي 79. من 79 من 79 ولغايه دلوقتي ربنا يديك الصحه والعمر. بس هو في غلط هنا، 23 هدف مش 16 هدف يا جماعه والنبي، يعني احسبهم لك ده كابتن ربيع يعني ما ينفعش. ده 23 هدف دول 23 هدف وبعدين ده باك ليفت يعني، فاكيد حافظهم لوحده. ما ينفعش. لا يا كابتن طبعا نغيرها لحضرتك. كابتن ربيع من 79 وحتى 2020 حضرتك مريت باجيال، سواء كلاعب او كمدير فني او كمدرب او كمشاهد او كمشجع للنادي الاهلي، فتره طويله جدا يعني من 80 لغايه 40 41 سنه. صحيح. هل النادي الاهلي لما لعيب بيمشي منه مهما كان اسمه ومهما كان تاريخه ومهما كانت بطولاته، هل النادي بيتاثر ولا لا؟ لا طبعا. شوف انا خدت ردي ما خدش ثواني. والتاريخ يقول كده يا كابتن اسلام. التاريخ من 1907 لحد 2020 بيقول كده، كل الناس بطلت لان ما تاثرش. الاهلي ضرب اروع الامثله في احترام لكيان واخلاقيات وتصرفات وسلوكيات ما حدش عملها خالص. لما واحد بحجم الكابتن صالح سليم قال لك انا مش عاوز بطوله ويلعب ب 20 سنه، وراح لعب 20 سنه وخد كاس مصر. مين عمل كده؟ ده معناه يا كابتن اسلام بالك الكيان كبير. فاللي اقصده ان النادي الاهلي طول عمره بفضل الله تعالى بطل اسلام الشاطر وبطل ربيع ياسين وبطل، وفي لعيبه كتير خرجت في ظروف صعبه جدا جدا ما تاثرش الكيان ابدا عمر الكيان. بالعكس الكيان محافظ على هيبته، محافظ على نظامه بفضل الله تعالى، ثم ابناءه المخلصين المحترمين اللي بيخططوا وبينظموا وقلبهم لان في تواصل اجيال يا كابتن اسلام. ايوه. فانا شايف بامر الله تعالى وبقولها وهقولها ان عمري هات لي سنه من السنين او موسم من المواسم او ممكن اهتزاز لفتره تغيير. ده طبيعي. ده طبيعي جدا ماشي وسنه الحياه. ممكن اخسر دوري، ده طبيعي جدا. اخسر بطوله كاس، طبيعي جدا. انما بفضل الله تعالى بنسب كبيره جدا ان الكيان والوحيد اللي هنا داخل جمهوريه مصر العربيه ما بتاثرش باي حد بفضل الله تعالى. انا بتكلم بارقام يا كابتن، بتكلم بتاريخ، بتكلم ولو قدامك حاله اتاثر بيها النادي الاهلي قول لي عليه. زي ما حضرتك بتقول لعيبه كتيره واساطير كبيره جدا طبعاً. مختار التتش وكابتن صالح سليم كتير. وكابتن خطيب وكابتن حسن حمدي، انا بس مش عايز انسى عشان الواحد ما صحيح مش هنقول اسماء صحيح كتير لكن جدا لكن اساطير كبيره جدا. قوه النادي الاهلي يا كابتن اسلام بفضل الله في ادارته، قوته في كيانه، قوته في مبادئه، قوته في ان هو دايما بيبص للمصلحه العامه. قوه النادي الاهلي ان كل واحد بيجي يحط رجليه في هذا الكيان بامر الله تعالى على المستوى الاداري مصلحه الكيان طبعا، مصلحه مصر الوطنيه بفضل الله تعالى. فلا كابتن اسلام انا مع الحق، وفي نفس الوقت انا بقول لان لو تبص على مدار التاريخ يا كابتن اسلام كل سنه احنا قلنا الاهلي بعد ابو تريكه ده الاهلي هي بقى، قلنا بعد الخطيب مش صح، بعد مش عارف بعد متعب بعد وعلى مدار التاريخ من ساعة 1907 كابتن صالح وكابتن حسن وكابتن العتاول كله قلنا لا. فالكيان كبير لأنه هو دايما بيفكر ومسؤولينه بيفكروا في الصح وفي العدل يعني من وجهة نظري أنا بتكلم وانا مش عاوز حاجه ولا محتاج حاجه ولا بدافع غير على الصح، ولا عايز تدرب ولا عايز في النادي الاهلي يعني ولا عايز يعني انا بقول كلمه طبعا لو طلب منك هتبقى طبعا ده بيت طبعا ولو طلبت يعني من الناس مش هتمانع. خد بالك بس انا بدور على مصطفى في نفس الوقت وما عاوز هطلب وما عنديش مشاكل. فالاقصد يا كابتن اسلام النادي الاهلي ما بيتاثرش بخروج او تبطيل او خروج اي حد. كابتن برضه كابتن ربيع يمكن حضرتك ادرى مني عشان كده انا بسالك الاسئله واضحه ومباشره، هل النادي الاهلي بياكل اولاده؟ لا بمعنى طبعاً. ان هو خليني اتكلم على حضرتك تحديدا، انت ب 92 اعتقد 91 92 كابتن النادي الاهلي خد قرار ان اربعه من النجوم الكبار جدا في النادي الاهلي، كابتن ربيع، كابتن علاء، كابتن طاهر، كابتن محمود صالح، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن محمود صالح، هتبطل. انا بصراحه يعني ماشي مش هقول من 92 ولا 91، من بعد كده لغايه دلوقتي انا عمري ما سمعت ان الكابتن ربيع قال كلمه وحشه عن النادي الاهلي، عمري ما سمعت ان الكابتن طاهر عمره قال كلمه وحشه فيما يخص هذا الموضوع، في كابتن علاء فيما يخص هذا الموضوع برضو ما اتكلمش، كابتن محمود صالح نفس الكلام. ايه اللي اتغير يا كابتن او ايه اللي بيحصل او يعني فهمنا برضو.
هو حضرتك شوف، احنا قلنا الاجيال القديمه دايما بتدور على مصلحه، احنا فضلنا مصلحه الكيان اللي انتمينا بيه واكلنا عيش وملح فيه وشهرنا، وكان له فضل كبير جدا علينا ربنا، ثم النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما صانع النجوم، صانع اللعيبه، صانع المدربين، صانع الاداريين. النادي الاهلي له فضل كبير جدا، اي حد بيخش النادي الاهلي كابتن اسلام وبعد النادي الاهلي شوف بينطلق ازاي وبيروح ازاي وربنا بيفتح عليه ازاي، دي حقيقه. فهنا رد كل واحد واصله. انما احنا لما قعدنا مع الكابتن صالح كان في اعتراض، انما فضلنا المصلحه وقلنا شكرا خلاص. انا واحد من الناس قلت شكرا واتعمل لي ماتش اعتزال والحمد لله، وزي ما انت شايف موجود وما اشتغلتش في النادي الاهلي لحد دلوقتي ولا دقيقه، ومع ذلك انا اكتر حته بقعد فيها هي النادي الاهلي، اروح العب كوره واقعد في النادي الاهلي طبعا، واخد بالك. وفي نفس الوقت هم انا لو عاوز اشتغل ما لو رحت للكابتن خطيب هيقول لي هشتغل او الكابتن او يعني ده بيتي واصدقائي وموجود في الماتشات وموجود هنا، واخد بالك، وموجود في يعني اللي اقصده هو كان له فضل كبير جدا يا اسلام. وبعدين لا ما افتكرش النادي الاهلي ابدا بيأثر مع اولاده، بالعكس لا ما فيش، حتى في مواضيع اتكلموا وقلت لهم لا النادي الاهلي ما بيأثرش خالص بفضل الله تعالى. سياسه النادي الاهلي الاداريه بفضل الله تعالى انه بيقف جنب ابنائه، بيقف جنب نجومه. النادي الاهلي ده مدرسه، مدرسه الناس